مجد لله يا خالي. دايما لله. اهلا اهلا يا معلمي بونا الحبيب. تفضل معي تدلك عقوطك. وغراض المحبسي عديتن غرض غرض بعد موت المرحوم بونا ليشا. بونا الريس قال تسلمك ياهن مثل ما استلمت. هيدي قوطك يا معلمي. وهيدي قوطة بونا مكاريوس. وهيدا الكرم. اجا وقت الاقطاف وناطرينك تساعدنا. الله اجركن يا خالي. لم ينفرد ليفلت من القوانين الدائرية ومحبة القريب، بل ليزيد كمالا بممارسة الإماتة والفضائل في جو الصمت وانسحاق القلب. على الحبيس أن يحترم الجميع، محظور عليه الكلام إلا عند الضرورة. الحبيس إنسان طابق اسمه مسماه، أيمن لازم الوحدة وقمع حواسه وأفكاره. لا يؤكل أحدا في غرفته، لا يتناول طعاما إلا مرة واحدة في اليوم، شكلا واحدا لا يدخله اللحم بتاتا، ولا يتناول فاكهة ولا حلوى، ولا يشرب مسكرة، ولا يغادر المحبس مطلقا إلا بإذن الرئيس الخطي. محظور على النساء إطلاقا الدخول إلى حسن المحبسة. إلى جانب حياته التأملية، على الحبيس أن يقوم بالأشغال اليدوية في المحبسة والحقل. مجد لله يا معلم. دايما لله يا ابني. هاي حسنة قداس يا معلمي. اعطيها لابونا مكاريوس يا ابني. صحابة بريد تاخدها انت بايدك وتقدس له القداس انت بذاتك. خد هاودي يا خي. أقولك بده يضل ياكل ضلوع الفرفعين وتفيت خبز المحروق، حرام صحته عقدته. الأكل موجود قدامه، بس محلك تعرف من 5 سنين هاي عيادته، هيك بحب ياكل مبسوط ومستقلين عن صحته. مين؟ أنا خيو للحبيس شربل من مع كفرة. بورتا شو كانو الحبيس هاون؟ خيي على الباب، بقدر افتح له إذا بتريد. معلوم معلوم يا معلمي، عم تطلب مني إذن وأنت الحبيس؟ حالك يا خيي. نشكر الله يا خيي. قايم بوجبتك الدنيا منيح انت وعائلتك.
لا تبخزني يا خيي، عندي مقابلة. لو 10 سنين بالمحبسة بعد رح يغير عادته. بس عندهم مقابلة مع مين؟ عندهم مقابلة بصورة دائمة. مع مين؟ مع اللي قال من يحب أبا أو أما أو أخا أو أختا أكثر مني فلن يستحقني. عرفت مع مين؟ خيك إنسان سكران بالله، عايش بغير هالدنيا. عارف يا معلمي عارف، من صغرته كان هيك، كنا نضيعه ونلاقيه بالمغارة عم يصلي. ما منشوفك إلا 3 مرات بالسنة على عياد الكبيرة، شو منعمل؟ هيك القانون. نعم يا خيي، أنا مشتاق لكم كتير. هلأ صار لك 20 سنة بالمحبسة؟ الله الله يا دني، هالعمر كيف طاير.